اليوم الحرب سوف تكون بين كوكب عائلة الطفل الزعيم الشرير الذي يستدرج الأبرياء بلطافته ثم يقتلهم بوحشية. أنا هو الطفل الزعيم الشرير، راح أقتل الجميع. ضد كوكب أحمد البطل، بطل الأبطال الذي لا يخشى الأشرار، مثل ما انت شايفين قدام عيونكو قاعد بطير عشان يدور على الأشرار، راح يدمر الطفل الزعيم الشرير. سوف تكون هذه الحرب حرب قوية وطاحنة بين كوكب أحمد البطل وكوكب عائلة الطفل الزعيم الشرير. من تتوقعون أن يفوز ويربح في هذه الحرب؟ أحمد البطل محبوب الجميع، مثل ما انت شايفين قدام عيونكو أحمد البطل الجميع بده يتصور معاه والجميع بحبه كثير كثير، أو الطفل الزعيم الشرير الذي يقتل جميع الكائنات الموجودة في هاي الكرة الأرضية. أنا هو الطفل الزعيم الشرير، أنا بقتل الجميع. شوفوا هذا الدبدوب الأسطوري اللي موجود عندي، أنا رح أقتل أحمد البطل بكل سهولة. بوم، أكيد أنا اللي رح أنتصر على كوكب عائلة الطفل الزعيم الشرير. في آخر فيديو أنا حبست هذا الغبي، هذا المجنون، عائلة مستر بين الشرير. طليني طليني، بدي أكسر راسك تكسير، تيدي رح يقتلني. نعم أنا رح أقتلك، طلعوني من هذا السجن بترجاكو. هذا هو مصير أي أحد بحاجة حاول ان اتحداني، انا احمد هيرو، احمد البطل. هاي يا مستر بين، من حاول انك تدخلني من القطبان الحديدية. يلا يلا بدي اجرب اسوي مثل هيك، وبدي اسوي مثل هيك، يا ويلي ما بقدر يا تادي ما بقدر. لا تحاولوا لانكو انتو مش راح تقدروا، انكو تهربوا من هذا السجن، لانه دائما المجرب مين مرجعهم؟ لعندي انا، لكوكب احمد هيرو، كوكب أحمد البطل. خروج الأجنحة الآن. بوم، مثل ما انت شايفين، اتخيلوا اني اخسر من الطفل الزعيم الشرير وانا عندي هذا الكوكب الأسطوري المليء بالسجناء الأشرار مثل الكريبر والشيطان والسكيلتون لعبة الحبار ومستر لحم كمان وهالك الأحمر ومومو والزومبي المعلم الشريرة ورأس السفارة والجار الشرير وجيسون والساو وسكريم وبوبي وسلندر مان وتشاكي والمعلم الشرير والجوكر. مستحيل انه ينتصر علي، انا الان بدي اطلع فوق. هي هي يا احمد البطل، في حالة طارئة، تعال عندي تعال عندي، يلا هيني قادم. يا ويلي انا هو المراقب وحاسس في اشياء غريبة، انا شايف على الكاميرات انه في احد طويل بحاول انه يهرب وبخطط على الهرب. يا احمد البطل بطل تعال. واخيرا اجت هاي اللحظة اللي راح اهرب فيها من كوكب احمد البطل، من كوكب احمد هيرو. هذا الان معاي هذا البيكاكس اللي انا راح احفر الارض وراح اهرب من هذا الكوكب. يلا يلا خلينا اسوي مثل هيك واسكر حالي، الى اللقاء. خليني اروح اشوف المراقب ايش بده. هي هي يا احمد البطل، اسف كثير كثير اني قاطعتك، بس انا بصراحة شفت اشي غريب كثير على شاشات المراقبة. ايه تفضل تفضل، ايش فيه؟ تعال تعال معاي شوف، تعال معاي شوف، هذا هو الجهاز تبعي، تعال شوف هذا الكائن الحي اللي بحاول انه ايه، هيا هرب هيا هرب، هذا اشي طويل موجود في السجون تبعتك. ايه شو اللي بتحكي؟ بحاول انه يهرب مني، خليني
بسرعة بسرعة أروح أشوفه. بسرعة يا شباب خلينا نروح نشوفه. أي واحد؟ واحد طويل هالك أحمر. لا سلندرمان سلندرمان، خلينا أروح أشوف سلندرمان. لا هي موجود سلندرمان. مين هو الطويل اللي هارب من هذا السجن؟ خلينا أشوف وين مستر لحم. لا عرفت مين هو، رأس الصفار الشرير، راح أمسكك يا غبي. حان الآن الوقت عشان اقضي على الطفل الزعيم الطيب، لانه غبي كتير كتير. انا بدي اخطفه واخلي حياته كابوس. يلا يلا، انا هو الطفل الزعيم الشرير، وبعديها انا بدي اروح احرر كل السجناء من كوكب احمد البطل. بس قبل هيك بدي اقضي على الطفل الزعيم الطيب. 1 2 3 وبا. يلا يلا خلينا اسوي هاي حركة مثل هيك. انا هو شرير كتير كتير، وبضلني اقتل كل الاطفال والابرياء. وينك وينك يا طفل الزعيم الطيب؟ انا رح اقضي عليك. لا 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 لا. واخيرا هيني بدي اكل الكوكيز، بدي اكل الكوكيز. هيني مسكته، هيني مسكته، رح اضرب على راسه وبعديها رح اروح ورح احبسه. يلا يلا شوية، يلا يلا بدي اكل. خم نم نم نم. تعال. مرحبا مرحبا. ايه انت شبيهي. اهلا 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 وسهلا بك. خذ لك هاي. يلا يلا خليني الان انا اروح اودي على كوكبي عشان اخطفه واحبسه. طلعونا طلعونا من هذا المكان. نعم طلعونا من هذا المكان. طلعونا بترجاكو. انا حبست عائلة الطفل الزعيم الطيب في هاي القنينة تبعت الدماء اللي الاطفال بيحطوا فيها حليب، بس انا بحط فيها دماء. انا هو الطفل الزعيم الشرير، راح اقضي على الجميع. يا ويلي انا ما كنت مخطط ايش اللي راح يصير معاي، انا فقط كنت مخطط كيف اهرب من سجن احمد البطل. انا الان ما في عندي مكان عشان اعيش فيه، ولا عندي مكان عشان انام فيه، ما عندي اي اشي. انا الان اكيد احمد البطل راح يشوفني وراح يرجعني على كوكبه، على حياتي الكئيبة اللي كنت عايش فيها. نفسي قتل جميع اللي موجودين هون، طلعوا مسويين حفلة كبيرة، بس انا ما بقدر اني اقتلهم لانهم راح يحكوا لاحمد البطل، وبعديها راح يجي ويرجع يحبسني. ترارارا. اهلا اهلا يا راس السفارة الشرير، ليش جالس بتبكي يا غبي؟ انا جالس ببكي؟ ايه مين انت؟ انت الطفل الزعيم الشرير؟ نعم نعم انا هو الطفل الزعيم الشرير، ليش جالس بتبكي؟ انا جالس ببكي لاني مش عارف شو بدي اسوي، هربت من كوكب احمد البطل وما عنديش منزل عشان استخبئ فيه منه. لا تخاف لا تخاف، اتبعني انت رح تعيش معاي في نفس الكوكب. ايه شو اللي جالس بتحكي فيه؟ رح نكون فريق اسطوري. نعم نعم رح نكون فريق اسطوري كتير كتير. اوه هيك العظم من زمان ما اكلته. خم نم نم نم. رجع الشر تبعي وانا راح ارجع اقوى من قبل. يلا يلا تعال نروح نرجع على الكوكب تبع فرديك اياه. يلا. غريب كثير كثير، انا الي ساعات طويلة جالس بدور على رأس السفارة والى حد الان مش لاقي لهذا الشرير. وين بدي يختفي؟ اكيد هو مخطط مع احد عشان يخبيه عنده، لاني دورت في كل هذا المكان. هاي هاي يا احمد البطل، ممكن اتكلم معك شوي؟ اكيد اكيد يا طفل يا صغير تفضل، ايش بدك؟ هي انا بقدر اني اساعدك في انك تلاقي رأس السفارة. جد جالس بتحكي انت يا طفل يا صغير؟ نعم نعم، وانا كنت جالس تحت هذا الجسر. ايه انت شو جالس بتسوي تحت هذا الجسر؟ هذا الجسر هو منزلي، ما عندي منزل، انت مش شايف كيف ملابسي مشققة وما في اشي يعني موجود على ملابسي الا هذا القماش المشقق. ايه يا ويلي، طيب كيف بتقدر تساعدني في اني الاقي رأس السفارة الشرير؟ انا شفته موجود هون جالس ببكي،
بعدين الطفل الزعيم الشرير اجا واخده على الكوكب تبعه. ايه شكرا لك كثير كثير يا طفل. يا ويلي يلا ماشي ماشي، العفو بدي اكمل نومتي لاني متعب كتير، لاني بشتغل انا ليل ونهار عشان اعيش واكل الطعام اللذيذ. يلا تصبح على خير. هي تعال يا طفل، انا ما اجيت على هذا المكان فقط عشان اقضى على الاشرار، وانا اجيت على هذا المكان على الكرة الارضية عشان اساعد الابرياء والضعفاء والفقراء. تعال معاي اتبع يعني رح يكون عندك أصدقاء جدد، رح أوديك على حضانتي اللي موجودة في كوكبي. يلا يا طفل اتبعني. يلا 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 تعال معي، هينا وصلنا لكوكبي، كوكب عائلة الطفل الزعيم الشرير. واو شو هذا الكوكب الكبير الرائع، والله شو أسطوري كثير كثير. ليش والله انت كثير كثير مرعب، انت شكلك يا طفل يا صغير رح تحرر الجميع. نعم نعم انا رح احرر الجميع اللي موجودين في كوكب احمد البطل، احمد هيرو اللي الكل بيحكي انه هو بطل الابطال بطل العالم. يلا انت رح تكون في هذا المكان، خذ اللي بدك اياه. واو انا يعني بدي اعيش في هذا المكان؟ نعم نعم انا وياك بدنا نعيش هوني وبدنا نكون كتير كتير فريق قوي. ماشي 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 ماشي. تعال معاي شوف هذا المكان السري، بابا وماما ما بيعرفوا عنه. شوف هذا الدبدوب الأسطوري اللي حامل سكينة حادة كتير كتير عشان لما يقاتل أحمد البطل يقتله. والله إنك أسطوري. شكرا إلك. يلا يلا خلينا نخطط كيف نقضى على أحمد البطل. يلا 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 يا طفل يا صغير، هذا هو منزلك الجديد مع هذول الأطفال اللطيفين كثير كثير. ياي والله إنك أسطوري يا أحمد البطل، بحبك كثير كثير. وأنا كمان بحبكم يا أطفال. يا أطفال هذا صديقكم الجديد، يلا تعرفوا عليه. أهلا أهلا يا طفل يا صغير، أنا هو مربي الأطفال، هذا هو المربي الأطفال. يلا خليكم استمتعوا مع بعض. ياي 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 ياي. وهذا هو المكان كمان اللي بتاكلوا فيه وبتناموا فيه. والآن أنا بدي اروح الاقي حل للطفل الزعيم الشرير. يلا يلا احنا الان جاهزين عشان نقضي على احمد البطل ونحرر كل السجناء الاشرار اللي بداخل كوكب احمد البطل. صحيح صحيح صحيح. يلا يلا ابدا العمليه تبعتك. العمليه تبعتي راح اجيب هذا الصاروخ واطلق على كوكب احمد البطل عبين ما نفتح السجون ونقضي على احمد البطل ونحرر كل السجناء. الخطة راح تكون مثل هيك، بدي ادخل من هذا الباب اللي موجود هون بسرعة مثل هيك وراح اطلق على كوكبه، وبعديها راح احطي انتي راح افجر كوكبه بالكامل. اكيد اكيد. يلا يلا ابدأ، خلينا نحرر كل السجناء. يلا واحد اثنين ثلاث مثل هيك ابتدأت الحرب. تعال هون يا احمد البطل راح تموت. عرفت وين مكانه لهذا الغبي، هي موجود عند كوكب عائلة الطفل الزعيم. انا راح اقضي عليه هو والطفل الزعيم، خليني بدي اشوف. يا ويلي مثل هيك، يلا هيني جالس مدمر في الكوكب. يلا انتم مستعدين؟ راح اطلق عليه وراح اقتله هذا المجنون اللي اسمه راس السفارة. يلا يلا بدي ادمر هذا الكوكب تدمير. يلا انتم مستعدين؟ واحد اثنين ثلاث بوم. اخ هذا هو مصير الاغبياء يا طفل يا صغير، راح اقضي عليك. يا ويلي بدي اهرب، انا بدي اهرب. تعال لهون راح تموت راح تموت. يا ويلي بدي اهرب من احمد البطل، انا خايف منه. افتح الباب افتح الباب يمه. مسكتك بتتحرك حركة غلط، راح اطلق هذه النيران في رأسك وتموت. يلا قدامي على الحبس، مفكرين انه احمد البطل غبي؟ يلا قدامي. لا بترجاك لا بترجاك. يلا قدامي يا غبي.
هذا هو مكان كل أساسي يا عائلة الطفل الزعيم الشرير. انتوا رح تضلكوا في هذا الحبس طوال حياتكوا. اصلا احنا خطفنا عائلة الطفل الزعيم الطيب وانت مش رح تمسكه. ايه شو اللي بتحكي فيه؟ المهم انك انت انحبست. انا مش رح احكي لك وين مكان الحبس تبعهم. مش مهم، انا رح امسكهم ورح اخرجهم من الحبس تبعهم، بس انتوا موجودين في هذا المكان الى الابد. اهلا وسهلا بكم في منزلكم الجديد، وانا الان بدي اروح احرر عائلة الطفل الزعيم الطيب. يلا يلا يلا، بدي ادور على الطفل الزعيم الطيب هو وعائلته. بس وين بدهم يكونوا موجودين؟ وين بدهم يكونوا موجودين؟ معقول بداخل هذا الدب؟ خليني بدي اسوي مثل هيك، خليني ادور داخل هذا الدب، يمكن حابسهم بداخل هذا الدب. خليني ادور هون وادور هون. يا ويلي ما في اي احد هون، خليني اطير. وين بتتوقعوا؟ وين بتتوقعوا؟ هي ساعدونا ساعدونا. ايه انتظروا، طالع صوت من هاي قنينة الدماء اللي موجودة هون. خليني ادور هون. اذا لقيتهم. هي هي ساعدنا، بترجاك ساعدنا. اوه الطفل الصغير الطيب، انا اجيتك هون. شكرا لك كتير كتير. انا اجيتك هون عشان اساعدك يا طفل الصغير الزعيم الطيب. يلا خلينا اسوي مثل هيك، خلينا احط المياه هون، خلينا اسوي مثل هيك. يلا خلينا اشيل اللافا. يلا انتو احرار. شكرا لك كتير كتير يا احمد البطل، انا بحبك كتير، انا وبابا وماما منحبك كتير كتير. اكيد نام نام اكيد. وبس يا احمد البطل، شكرا كتير. العفو العفو، احمد البطل موجود في كل مكان.